السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم بنات؟ Hello girls, today we will start our revision number 2 for the past 2 videos for our English words. زي ما وعدتكم أشرح لكم متى حرف السي يتنطق سي ومتى يتنطق كي. سي بعد حرف لما يكون بعد السي اي سنت، بعد حرف السي اي سيركس، بعد حرف السي واي سايكل. متى يكون كي؟ اذا بعد حرف السي في اي كيك كاب، او بعده في حرف الاو كورن. كيك كاب كورن سنت سيركس سايكل. سي S after E, I, and Y. C تتنطق S بعد حرف ال I وال E وال Y. وال C تتنطق K بعد حرف ال A وال O وال U. هذه الحروف ترى هي الحروف المتحركة. يعني إذا في حروف متحركة بعد ال C اللي هم vowels ال A E, I, O, U هدول المتحركين بالإضافة لحرف الواي. هدول الفاولز إذا جو بعد السي لها حالتين، إما S أو K. أما الكونسوننتس اللي هي بقية الحروف الهجائية الإنجليزية كلها إذا جات بعد السي تتنطق فيها السي ك. sugar هذه الكلمات اللي أخذناها في الحلقة اللي هي حقت عمل البيتي فور. sugar flour milk eggs butter هذه مقادير الطبخة ingredients. ingredients أي كلمة طويلة أوزعها إلى أجزاء علشان أقدر أنطقها. ingredients يعني المقادير، هتلاقيها في أي وصفة. سكر sugar، دقيق flour، حليب milk، بيض eggs، وحدة بيضة egg بدون الاس، زبدة butter. طيب هتلاقي كمان مكتوب BP. BP وراهم نقط كده، هذا اختصار لبيكينج باودر. بيكينج باودر، بيكينج يعني خبز، باودر بودرة. بيكينج باودر هو بودرة الخبز، دايما تلاقيها مختصرة BP، هي خميرة البسكوت والمخبوزات. طيب باتر، بيتر، باتر، بيتر. انتبهي الحرف هذا المتحرك بعد البي، هذه الكلمات كلها كتبتها زي بعض ما عدا الحرف المتحرك، وإذا نطقتي غلط غيرت المعنى. butter باليو يعني زبدة ب butter. bitter بالآي bitter يعني مر. batter a batter بالأي يعني خليط الكيك. better better بالإي يعني أفضل. butter زبدة bitter مر. batter خليط الكيك السائل. better أفضل. طيب كمان عندك كلمة flower دقيق تختلف عن flower زهرة. flower دقيق F-L-O-U-R. flower زهرة F-L-O-W-E-R، والاثنين يتنطقوا بالضبط بنفس الطريقة flower، تفهميهم من سياق الكلام flower و flower. طيب كاتبت لكم أنا برضو في الوصفة how to make the dough، كيف نعمل، كي طريقة عمل العجينة، طريقة عمل العجينة dough، how to make the dough. طيب دو يعني عجينة، ما ننطق حرف الجي والإتش.
المقاييس المستعملة في الطبخ أو الخبز كالتالي، حيقولوا لك حطي كوب من كذا، حطي ملعقة من كذا. هذه المقاييس أو المقادير، الميجرينج هي المقاييس أو المكاييل. كوب اختصارها سي وراها نقطة، كوب. تيبل سبون ملعقة طعام اختصارها تي كبيرة وبي بي ب. والتي سبون ملعقة الشاي اختصارها تي صغيرة اس بي. وملعقة الطبخ الكوكينج سبون، هذه المقاييس المستخدمة في الطبخ أو الخبز عشان تعرفيها لما تقري وصفة بالإنجليزي. كوب، ملعقة طعام، وملعقة شاي، وملعقة الطبخ طبعا تعرفيها، تشوفيها عند أمك في المطبخ اللي تغرف فيها. طيب نرجع للحلقة، نرجع لكلمة تزيين وزينة. تزيين decorating، decorating، decorating. أدوات التزيين لما نيجي نزين بسكوت أو كيك، هنحتاج جام، سبرينكلز اللي هي أخذناها على إنه كونفتي، تقدر تسميها سبرينكلز أو كونفتي، colored sugar، chocolate، كوكو. الجام مربى، والسبرينكلز الكونفتي اللي هي الحلاوة المشكلة الملونة الصغيرة حلوة التزيين، colored sugar سكر ملون، شوكليت الشوكولاتة العادية اللي فيها حليب وسكر، أما الكوكو فهو الكاكاو المر. طيب نجي للحلقة الثانية، كان فيها كلمة reclining و recline و face to face. recline أقسمها لجزئين، recline، face to face. انتبهي، face to face وجها لوجه، السي هنا face، قلت س لأن وراها اي. recline، recline، قلت ك على السي لأن وراها واحدة من الحروف اللي مش متحركة اللي هي الكونسوننتس. recline، reclining يعني متكئ، والكلمة لازم أقسمها إلى ثلاثة أقسام، reclining. كيف أقوي لغة العربية؟ لأني قلت لكم المرة اللي فاتت ما أبغاكم تكونوا كلجة، يعني ما تتكلمي لي كلمتين عربي وكلمتين إنجليزي، يا إما يكون كلامك كله إنجليزي يا إما كله عربي. عشان أقوي لغة العربية، القراءة ثم القراءة ثم القراءة، أقري قصص مفيدة، أقري تاريخ، أقري عبر، أقري أمثال، أقري قصص الصحابة والصحابيات. أفضل مصدر للغة العربية هو القرآن، فقد قال الله تعالى في سورة فصلت: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. تفسيرها إنه هذا الكتاب ربنا بيّن آياته تمام البيان ووضح معانيه وأحكامه، قرآن عربي ميسر فهمه للناس اللي يعرفوا عربي. فوائد أخرى للقرآن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقدري تدوري في جوجل وتشوفي عدد الأحرف الموجودة في القرآن الكريم عشان تعرفي قديش كتر الأجر اللي بتكسبيه لما تقرأي عدد من الآيات. ثاني فائدة من القرآن، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع، يعني صعب عليه، وهو يتتعتع به وهو عليه شاق، له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. السفر الكرام هم الرسل، والبررة هم المطيعون.
الفائدة الثالثة نيل أعلى الدرجات في الجنة. يوم القيامة هتلاقي ناس زي النجوم مرتفعين عنك بعيد، في نجوم مرة بعيدة وفي نجوم قريبة مرة. القريبة هتلاقيه حافظ كم آية، البعيدة هتلاقيه حافظ نص القرآن، ثلاثة أرباع القرآن، حيث أن درجة قارئ القرآن في الجنة تكون عند آخر آية يقرأها، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من حفظة القرآن الكريم. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا يا بنات اكتبوا كل الكلمات، ولما تجوا تراجعوها اسمعوا عيدوا الفيديو مرتين وثلاثة عشان تكرروا ورايا وتزبطوا طريقة النطق السليم بدون أخطاء، وتحفظي لي طريقة الكتاب. مع السلامة.